السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم في مادة ديجيتال كنترول سيستم. اليوم هنغطي تشابتر 3. تشابتر 3 بتكلم على السامبلينج اند ريكونستراكشن. الآن لو عندي موديل، عادة الرادار موديل اللي هي موجود عندي، الموتور والأنتينا مع الشافت مع الأمبليفاير، هذا بيعتبر عندي على البلان تبعي. عندي اكشوال تارجت اللي هو مثلا طياره، في لها زاويه، هذه الاكشوال انجل بنسميها تيتا ايه، وعندي الميجرد انجل اللي هي بنسميها تيتا ار. الفرق بين التنتين بنسميه تيتا ايه اللي هو، او الايرور اللي عندي ايه الموجود عندي. فانا عندي هاي البلان تبعي، هذا الانبوت تبعي اللي هي ريكونستراكتد ايرور، اللي عندي الاوتبوت اللي هو الميجرد ايرور، بعمل له فيدباك. في الفيدباك هاي الاكشوال تارجت انجل وهاي الميجرد انجل، الفرق بينهم الايرور. هنا بصير عندي سامبلينج، وبعده بصير ريكونستراكشن عن طريق الديتا هولد. الان السامبلد اند ريكونستراكتد سيجنال، السامبلينج سيجنال ايش بحصل عندي؟ بحصل عندي زي امبولس الموجود عندي قد سامبلينج انستنت بقيمة السيجنال ات ذات تايم. يعني بعبارة تانية لو بدي اجي اطلع عليها، هنا بصير ايش عندي؟ ريكونستراكشن، بعدها هاي الاكشوال الكونتينوس سيجنال، هنا لما صار لها سامبلينج صارت الشكل تبعها. الان هولد ايش بعمل؟ بعمل هذه الاشارة بيس، خلينا نقول المستخدمين احنا هنا زيرو اوردر هولد، بعمل هذه بيس وايز كونتينوس وبثبتها. هذا بيجي اللي بعدها عند هذه بثبتها هاي للنكست سامبلينج، وبعدها بثبت اللي بعدها فهذا البيس واز كونستنت. في التايم دومين هذه بمثلها على ايش؟ اي بار اوف تي بدي اساوي اي اوف 0 في اليو اوف تي ماينس يو اوف تي ماينس تي اللي عندي. وهذا نفس الشيء باجي على المنطقه الثانيه وبعمل فيها. يعني الستيب انبوت بتعرف في اشاره ما بتضلها ثابته لها، الإشارة اللي بعدها بتثبت لها. لما أطرح هذه ناقص هذه، يعني اللي عندي اليو ماينس اليو تي، بتعطيني الإمبولس اللي في النص بين الزيرو والتي اللي عندي. هذا لما أحولها للإس دومين، هاي عندي الستيب، هاي الديليد ستيب، والديلي عندي بوان يونت بسميها اي تو ذا ماينس تي اف اس، وهنا الديلي اللي بعدها. الآن لا، هذه عبارة عن إيش؟ لو وحدت المقام دي يساوي واحد ماينس إي تو دو ماينس تي إس على إيش إس. هذا عندي حيكون إي تو دو ماينس تي إس في واحد ماينس إي تو دو ماينس تي إس على إس. فأنا أخذت اللي عندي هذه الجزئية، طلعتها لبرا، صارت هذه إي أوف زيرو بلس إي أوف تي في إي أوف تي إس اللي عندي. وهذا عملت لها أبروكسيمي اللي هي هذه، أعطتني السمر الموجود عندي اللي هي بتساوي summation في ال n equal 0 ل infinity e to the nt e to the minus nt of s في 1 minus e to the minus ts على s. هذه بتمثل لي جزئية ال zero order hold أو جزئية ال reconstruction، وهذه بتمثل لي الجزئية تبعت sampled signal زي ما احنا شفناها قبل شوي. كويس. الان نيجي نطلع عليها عمليه ستار ترانسفورم فانكشن اللي هي ستار اوف اس، اللي هي بتمثل لي هنا عندي هاي السيستم الموجود، هاي اي اوف اس، وهنا الاي بار اوف اس الريكونستراكشن. هذه بتتكون من جزئيتين، جزئيه السامبلر وجزئيه الهولد. هاي الاوتبوت تبع السامبلر اللي هي الاي اوف اس بدها تساوي الاي ستار اوف اس، وهذه جزئية تبعت الهول. اللي بدك تعرفه التالي، ان عملية السامبلينج هذه هي عملية هي discontinuous process او discontinuous function. الان هنا عندها ال E of S بتساويش ال E star of S، لانه زي ما حنشوف كمان شوية ال E star of S هذه periodic signal، هذه non periodic signal، فهدول التنتين بتساويش. بس هذه العملية discontinuous، يعني بقدرش احط التنتين مع بعض، لازم اعمل يعني زي هذا. اقول لك حاجه ايش؟ زي هذا بدي عمله دينار وهذا عمله اسرائيلي، التنتين مش زي بعض، لازم احول واحده للثانيه عشان يصيروا زي ايش؟ زي بعض.
الايديال سامبلر اللي عندي الاي ستار اوف تي بدي يساوي الانفرس للبلاس للاي ستار اوف اس، وهي بيساوي اي اوف 0 دلتا اوف تي بلس اي اوف تي دلتا اوف تي ماينس تا، وهكذا عندي. This sampler is also referred to as an impulse modulator، واللي عندي الدل وبسميه الدلتا اوف تي اللي عندي هذه الامبولس اللي عندي جنريتور اللي هي بتساوي السميشن من ان ايكوال 0 لانفينيتي دلتا اوف تي ماينس ان اوف تي اللي هي بتساوي دلتا تي بلس دلتا تي ماينس تي، وهكذا اللي عندي هذا بسميه امبولس ترين الموجود عندي. الزيرو اوردر هولد اللي عندي زي ما حكيت هاي عمليه السامبلر، هاي انا بدي يصير عندي بدخل هاي السيجنال وبدخل بعملها موجوليشن مع البولس ترين، فبتعطيني ايش الاي ستار اوف تي اللي هي السامبل سيجنال اللي انا حكيت عنها قبل شويه. The output signal for an ideal sampler is defined as a signal whose Laplace transform is اللي هي E star of S اللي هي بتساوي summation من N equal 0 to infinity E of N of T E to the minus N T of S عندي، with zero order hold the transfer function تبعتها بتساوي 1 minus E to the minus T S على H S. الإكزامبل هذا بقول لي حول الإشارة هذه اللي هي the unit step إلى إيش؟ إلى ال E star of S. فأنا بدي أطبق القانون اللي عندي، بدي أحط بدل الاي هنا وحدات زي ما هي موجود عندي، فبصير عندي هذا الاي ستار اوف اس بدها تساوي واحد هنا ايش واحد هنا واحد، فبتطلع عندي على الشكل هاي. الان هذا التريك ايدنتيتي او المات ايدنتيتي اللي انا استخدمتها قبل بستخدمها هان، فبتعطيني الاي ستار اوف اس بدها تساوي واحد على واحد ماينس اي تو ذا ماينس تي اس الموجود عندي، هذا على فرضية ان الـ e to the minus ts اقل الـ absolute value تبعها اقل من ايش من واحد. evaluation of e star of s الـ e star of t بدي ساوي زي ما حكينا e of t delta t of t اللي هذه الـ impulse train، والـ e star of s بدي ساوي summation at poles of e of lambda واللي هي بنسميها بدي اجيب الـ residue values لا الموجود عندي e في لامدا بواحد على واحد ماينس e to the minus t of s minus h لامدا. الآن هاي اكزامبل عندي، هاي e في s اللي عندي واحد على s plus واحد في s plus 2، في عندي هنا 2 residues عند ناقص واحد عند ناقص 2، فأنا بدي أطبق بدي أجيب الايش القيم تبعاتهم للموجود عندي، هاي الresidue الأول وهي الريزيديو الثاني، فبتطلع عندي هاي الشكل تبعهم لما نطبق evaluation للريزيديوز زي ما شفناهم قبل شوية كيف عملناهم في المحاضرات السابقة. هذا بيساوي واحد على واحد minus e to the minus t في s plus واحد، وهذه واحد minus e to the minus t في s plus 2 الموجود عندي. result from the Fourier transform، في Fourier transform ايش انا بشوف؟ وين بشوف اس بعوض بدالها بجي اوميجا. الفوريير ترانسفورم عاده بتروح من ماينس انفينيتي لانفينيتي، وهذا بقدر اقسمها لانه هنا في عندي ديسكونتينوس ات زيرو، من ماينس انفينيتي لزيرو، من زيرو لايش لانفينيتي، بس عندي اي اوف تي اقل من زيرو بتساوي زيرو، فهذه الجزئيه راحت ضلت عندي الجزئيه الموجوده ها. وهذه الفوريير ترانسفورم، اي فوريير ترانسفورم بقدر اقسمها بحسب الريبريزنتيشن، بقدر اعملها ريبريزنتيشن باستخدام الريكتانجلر فورم او البولر او الفيزر فورم. فانا لو استخدمته زي هيك بالبولر والفيزر، في عندي ماجنتيود وفي عندي ايماجينري، فالواي في اس في اللابلاس بتساوي جي في اس اي اوف اس، ولو رحت للايماجينري للفورير بدها تصير واي في جي اوميجا بتساوي جي في جي اوميجا في اي اوف جي اوميجا. ولو انا بدي اجيب لهذا الماجنتيود والفيز ده، هاي الماجنتيود تبعت هذه وهذه بضربهم مع بعض، والفيز ايش بجمعهم مع بعض، الفيز تبعت الاولى مع الفيز تبعت الثانيه. ناخذ بريك وبنرجع بنتكلم على البروبرتيز تبعت ال